اسمع 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 خلاص اسمع 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 خلاص الحمد لله. المسدس اللي انت بتحطي تحت المخدة ده؟ لا ما اقدرش، طول ما انت بره ما بتطمنش اللي هو معايا. انت خايفة قوي كده؟ انت ايه اللي دخلك اوضتي؟ انا قلت انت مش هتيجي دلوقتي. مين عبد الجليل؟ ده راجل طيب من اللي بيصلوا معايا. انت رايح في حتة غريبة يا ليل، خلي بالك من نفسك، ما تسيبش اللي حصل يهتك من جوه. حتى لو اللي جوايا وحش ومحتاج يتهد، انت عمرك ما كنت شخص حساس كده. انا تعبان اوي، انا تعبان وحاسس ان ربنا بيعاقبني. يا حبيبي الدروشه والجو ده مسكن، بتوهم نفسك بيه عشان تعدي من الازمه. طب تفسري بإيه إن عبد الجليل ده طردني من الخلوة وقال لي إن بيتي أولى بيا، فأقوم أجي على هنا ألاقي حمادة تيتي واقف قدام الباب؟ والتيتي ده مش اللي هو هوبا باشا، شغلانة دي خصني. عاش من شافك يا باشا. حمادة، ده ايه اللي جابك هنا؟ المصلحة يا باشا، زي ما جابتك جابت. ده بيتي. بيتك؟ والله يا باشا ما اعرف، بس عدم مؤاخذة انا عارف ان المصلحة واحدة ست مش راجل. اختي كريمان؟ قصدك نريمان. على العموم يا باشا حصل خير، سلام عليكم. استنى حمادة، يا المصلحة دي تبع مين؟ ما انت عارف يا باشا فكرنا بتاعت مين وبكام دي ما بتخصش حد غير انا والزبون. سلام يا باشا. قلت لك استنى حمادة دلوقتي، اصلك انت لو ما نفذتش المصلحة دي هيبعتوا حد تاني غيرك ينفذها. روان قدر ولطف يا باشا، واللي ليك عندي ان ما يكونش من طرفي، حبايب يا باشا، فخلينا حبايب. سلام يا باشا. يلا كروان.
الأول بنتك ودلوقتي أنا، مش هيسيبك في حالك. شوية وهيزهقوا، المهم نحمي نفسنا. هتسيب حقك؟ هتسيب اللي عمله كده في بنتك؟ محدش عمل فيها حاجة، هي وقعت حادثة يا ريمان، حادثة. خد حقك من اللي وقعها. انت ليه عايزة تدخليني الدايرة اللي بحاول اطلع منها؟ انا مش متعودة عليك ضعيف كده. انا تعبان، شايل الف ذنب متقلين كتافي. روح الخلوة وعبد الجليل ده بره الدنيا، الدنيا يا قاتل يا مقتول. وانت اللي علمتني كده. كنت غلطان. عايز اكتر يا مدام؟ افهمي، الحوار مش حوار فلوس. انت عارفه اللي انت عايزاها دي تبقى اخت مين؟ عارفه. ليلى عبد السلام، ابو قلبي ميت، اللي الكبير او الصغير في كارنا بيعمل له حساب. ده انت خايف منه بقى؟ اللي ما يخافش من الاسد يبقى عبيط. خدي فلوسك يا مدام، اشتري نفسك، سكتك غلط. برضو اصلي. انجي، مساء الخير. تعالي انجي، عايز اتكلم معاك شويه. معلش يا بابي، انا تعبانه شويه، عايز انام شويه صغيره مع بابي حبيبك. تعالي. تعالي حبيبتي، تعالي. ازاي يا بابي؟ وانا قاعدة معاك اهو طول الوقت في البيت. اه يا حبيبتي، انت طول الوقت في البيت، بس قافلة بابك على نفسك، ما بتتكلمي معايا ولا حتى مع ماما. مش قادرة اتكلم. أنا عارف إن اللي حصل كان صعب، بس برضه يعني لازم تتكلمي وتفضفضي عشان تخف عن نفسك شوية. في حاجة تانية؟ خلصت كلام؟ آه يا حبيبي. إنجي، لازم تعرفي ان انا جنبك وحاسس بيكي. متشكره، عايزه اطلع انام. طب يا حبيبي هتطلع انامي، بس الدكتور جاي بكره عشان يشوفك. انا مش عايزه دكاتره، مش عايزه دكاتره. يا انجي، يا انجي حبيبتي، انت مش شايفه نفسك ولا خايفه؟ قلت مش عايزه دكاتره، ولو الدكتور بتاعك ده جه بكره انا هطرد. يا انجي حبيبتي، انا خايف عليك. طب اسمعيني، مش عايزه دكاتره. اسمعيني يا انجي، ارجوكي. تمام يا فندم.
مالك؟ انت تعبان؟ مش قادر خلاص، بجد مش قادر. بشوف فريدة في كل حتة في البيت، كل ركن. خلاص تعالى بينا نرجع، يلا نروح بيت ماما وبابا. ايه احكي لي بقى ايه اللي حصل. حصلش حاجه. ازاي يعني ما حصلش حاجه؟ لما واحده تضرب ابراهيم الجار في اوضه نومه يبقى اكيد في حاجه حصلت. انا ما عنديش كلام اقوله. انا مش جاي احقق معاكي على فكره، انا عارف الموضوع كله وعندي المحضر وخريج الطب الشرعي. انا والله هنا عشان اساعدك، عايز افهم وجهه نظرك عشان اطلع لو في اي حاجه كويسه اطلعها وانشرها. حرام عليك، ترد لأختك الفضيحة؟ لا، عشان كده أنا جاي أساعدك. ساعدني إنك ما تنشرش حاجة. وأنت ليه خايفة من النشر قوي كده؟ أنت تعرف نبيلة طنطاوي؟ أسمع عنها يعني بس ما أعرفهاش شخصيا. إيه اللي بعتك؟ قلت لك ما أعرفهاش. هقول لك على حاجة كويسة طيب؟ إيه رأيك لو نشرنا الموضوع ده من غير ما يجي اسمك خالص؟ مش هنحط أي أسامي. ده يريحك؟ مش عارف. ساعديني عشان أساعدك. أنا وطارق جوزي تعزمنا في حفلة بتاعت شركة إبراهيم الجيار. معلش ممكن تسمي بس بسرعة. أستاذ ماهر زي ما اتفقنا توعدتني من غير أسامي. ها تلاقيش زي ما وعدت. يلا بقى. ايوه يا ابراهيم جه، لقيت معاها باهر نصار الصحفي. لا 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 انا لسه ما قعدتش معاها. حاضر. السلام عليكم يا مولانا. انت ليه بطلت تكلمني؟ دم حيطة بيني وبينك. ده اللي اتعلمته. علمني انت اللي معرفوش. محدش بيعلم حد حلاوة الورد. انت بتلاقيها في قلبك لوحده. لكن انت قلبك مليان دم وخراب. ناقص من رحمة ربنا؟ حاشا لله. انت ليه هتوقعني معاه في الغلط؟ ساعدني. اساعدك ازاي وانا مش عارف اساعد نفسي؟ روح يا ابني ربنا يحنن عليك. روح 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 روح. ده كل اللي تعرفيه عن ليل؟ مراته وبنته والنادي وبس؟ اه والله العظيم يا سيف بي. طيب هو يعرف شعبان العشماوي منين؟ انا عارفه انهم يعرفوا بعض، لكن ازاي ومنين ما اعرفش. يعني انت ما تعرفيش حاجة؟ انا مش فاهم، هو ليه اللي بيعلي حاجة؟ هو انا اللي بسأل ولا انت؟ ما انا لما هفهم هساعدك يا باشا. ما بلاش لوك يا بيت، وخدي بالك انا السبب في خروجي. عارف يا باشا. بصي بقى، اي حاجة تعرفيها ليه راح الحارة، اكلم حد، اتصل بحد، تكلميني على طول. مفهوم؟ مفهوم. يلا روحي. ممكن خدمة أخيرة يا باشا؟ إيه؟ مش عايزة تروحي؟ لا طبعاً عايزة أروح، بس يعني في واحدة حبيبة وغالية عليا قوي في الحجز كنت عايزة أسلم عليها. مين دي؟ نانسي. اسمها نانسي. يلا يا حبيبتي وصلنا. دخلك جوه بقى؟ لا يا بابا خليك هنا. يلا توصلني ايه؟ تروح انت عشان تلحق معاده. طب اعدي عليكي وانا راجع؟ هاخد تاكسي. طيب ما تقلقش روحك. باي باي. طب استنى. ايه؟ انت هتنسي الحاجه اللي هتوزعيها جوه. تسلم ايدك يا ابني، اجعلها في ميزان حسنات. ماشي يا حبيبتي، عايزه حاجه؟ سلامتك. باي باي.
خد يا ابني وزع ده على بقية الرجالة. اتفضل يا ابني. شكرا يا حاجة مش جعان. جوع ايه؟ هو من امتى كان الجوع جوع اكل يا ابني؟ ده جوع محبة، ما ترفضش محبتي. لا لا يا فندم، هي وصلت، هي قدامي اهي. تؤمر يا باشا، تؤمر. اهلا وسهلا. ممكن تأمرهم يجيبوا لي نانسي؟ هيحصل، بس عايز اسال حضرتك سؤال. هو حضرتك مش تبع المدعي؟ ابراهيم بيك جيار. تمام، يبقى ليه حضرتك عايزه تقابليها؟ والموضوع ده هيفرق معاك في ايه يا باشا؟ افهم بس، خليك في حالك احسن. فندم، لو عايز نرجع مكتب المأمور تاني واقول له انك ما خلتنيش اقابلها، انا ما عنديش مانع. تمام، اجيبها لك. هو عامل ايه دلوقتي؟ زي ما هو يا حاجه، ربنا يقومهولك بالسلامه. هي حالته خطيره، شبه ارتجاج وضلوع مكسره. ايه ده؟ انت هتسيب الطبق وتقعدي تتفرجي عليها كده؟ ما تلم الطبق وتخشي تغسليه. حاضر ياما. واعملي حسابك يا اختي، اول ما يجي اشرف تخشي اوضتك وما تطلعيش منها. يا لهوي ياما، ده انا لسه خارجه من الحبس، عايزه تحبسيني تاني؟ فتحي مخك واسمعي الكلام، مش عاجبك اديك عارفه طريق بيتنا فيه. اهلا اهلا اهلا، منور يا سبع. يلا يلا يا حبايب، يلا يا حبايب، يلا على اوضتكم يا حبايبي. يلا مال ايه؟ ما ردتش عليك برضو ولا يهم؟ هي هتاخد لها يومين ثلاثه وبعدين تتعود وخلاص، وانت تبقى سبعه هنا وهناك. وفاء طلبت مني طلاق. يا نهار اسود عليها وليا، والنبي ما مقدر الجوهره اللي معاها. خربت بيتي يا كاميليا، خربت بيتي. يا رب يا رب يا قوي، انت قوي على كل قوي يا رب. الحمد لله الحمد لله على كل حاجه، بس كنت جبتها فيا انا، بلشت تجيبها فيه. والنبي يا رب اشفيه، ده ابني الوحيد. مالك يا حاجه بتعيطي ليه؟ ابني مالك؟ خلاصة يعني يا دينا، ننسي دماغها ناشفة قوي، الموضوع قلب معاها بعند. هتصعب عليا لما تخش السجن، هتتبهدل فيه قوي. أنا هلين دماغها النهاردة. شكلك عملت حاجة من ورايا. حاجة صغيرة بس هتبسطك قوي. العيال دي شكلها مزوقة عليه. الموتوسيكل ده مش اللي هو يعني عشان تعمل عليه الفيلم ده كله.
الكلام في السليم. أعطيني ساعة زمن وأنا أجيب لك آخره. تمام. أنا راح أفك حسرة عقبال ما تغيروا المواد بتاعت الجزء. طب اعملها والنبي بعيد عنينا عشان ريحتك ما تهبش علينا. هب اعملها لك انا يروح امك. طيب احسن يا عم سوكا. الرز ده بتاعك؟ ها؟ الشغل اللي كان بياخده ليل انا هنفذه لك. هتنفذيه بنفسك ولا معاك رجاله؟ معايا رجاله طبعا، رجاله ليل. خلاص تليفونك معايا، لو احتجت حاجه هكلمك. اتمنى ان حضرتك تجرب. انتظر تليفونك بعد اذنك. ايه ده؟ هو حضرتك واخدها بالهداوة قوي كده ليه؟ بنت ذكية عايزة تحمي اخوها، تفضل في قلب البيزنس فيبقى كأنه موجود، بس ده معناه ان ليل خلاص. انت فعلا هتكلمها؟ لا طبعا، بس هو كارت نلعب بيه. يا سوكا شد حيلك كده وخليك راجل. باشا يا باشا يا باشا، هتعمل ايه يا باشا؟ هتموتني؟ والله انت بقى اللي هتختار. تحب ايه؟ عايز اعيش يا باشا. مين اللي زقك على باب؟ ما تعرفش هتعمل ايه يا باشا؟ اعرف بقى. مين؟ واحدة ست بتقول لي هو كان بيكتب على كلام وش ولا بد يا باشا في الجردان. اسمها ايه؟ ما اعرف لهاش يا باشا، لا اسم ولا عنوان يا باشا. ما اعرف لهاش ولا اسم ولا عنوان. هتعمل ايه يا باشا؟ كده تبقى انت بقى مش عايز تعيش. امال هتاخد بقية المصلحة ازاي؟ المصلحة خالصة واخر الموتوسيكل ده. وقعت عليك من انهي داهيه؟ كلمتني على التليفون. هاتني ميت التليفون في جيبي يا باشا. تزعلك وحش قوي يا باشا. نبر اخرها 4-4 باشا. انا قلت لك يا باشا كل اللي عدي خليك بقى يا باشا قد كلمتك وسيبني اعيش. انا قد كلمتك وعارف لو سمعت ان انت قربت من باهر في اي حته ولا قابلته في اي مكان مش هيحصل. انا اسمي ليل عبد السلام، اسال عني. شكلها نامت، يلا.